معاملة كريمة. انتم ماشيين تنقلوا الصورة حق الجبهة الثورية للمواطن السوداني، للشعب السوداني. انتم لو اسأتم معاملته كلام ناس المؤتمر الوطني بيصدر، قالوا دل عنصريين دل جهاويين، لو جو بيكتلوكم بيضبحوكم بيسووا لكم. نحن يا جماعة عدونا ما الشعب السوداني، عدونا المؤتمر الوطني. الناس لازم يميزوا كويس، عدونا المجرمين الحاكمين البلد وسارقين خيراتها. انتوا تستهدفوا العدو، تستهدفوا الناس اللي بيقاتلوا من في جانب العدو. المواطن العادي ده المسكين ده ما تلمسوه. نحن يا جماعة ما ضد أي عرق. نحن ما ضد العرب يا جماعة، ولا ضد الزنوج، ولا ضد أي جنس من الناس. كل السودانيين ده أحبابنا عدا ناس المؤتمر الوطني المجرمين. عشان كده الرسالة المهمة توصلوها لهم، أنتوا دارين تقعوا حكام السودان بكرة، دارين تقعوا عنصريين برضو ما بيجي. عشان كده أصلا ما تميزوا بين الناس، ما تسيئوا لغتكم اللي تستخدموها مهمة جدا، ما تسيئوا لأي مواطن. أنتوا مشكلتكم لازم تعرفوا عدوكم تحديدا. الزول لو سهم وده وجهه لجهة تانية بيخرب القصة كلها. وجهه لعدوك في صدره وحدد العدو بدقة. الكلام ده جواب مهم عشان انهي سمعتنا. شوهوها ناس المؤتمر الوطني، بذلوا جهد كبير، والناس اللي عندهم قروش وعندهم إعلام وبيأجروا ناس بيسيئوا إلينا باعتبارنا ناس عنصريين، والناس لو جابوا يضبحوا الناس ومزورين التاريخ حق السودان وبلقنوا الناس التاريخ المزور ده وبيقولوا الحكاية دي بتتكرر. عشان كده سلوكهم مهم جدا، ما تسيئوا للناس، ما تأخذوا مال المواطن المسكين. انتوا خرجتوا وحملتوا السلاح عشان المواطن المسكين ده، ما تمشوا تأكلوا حقه يا جماعة زندية. ابتعدوا، الله ذاته ما بينصركم. انتوا لو بقيتوا الظلمة تشيلوا حق الناس بالقوة، حق المواطنين ما بتنتصروا. مهم جدا انه تحفظوا للمواطن ده ماله، تحفظوا له عرضه، ما تعتدوا على اعراض الناس. ابتعدوا تماما عن اعراض الناس، ما تنتهكوها، ما تشيلوا اموال الناس، ما تهينوهم. اكرموهم وتسمعوا سمعاتكم يا جماعه. نحن لما مشينا ام درمان الناس لا حسب بيتكلموا بيها، قالوا الناس العدل من سوال مو اشتروها وشربوها في ام درمان، اشتروا الموز ما شيلنا قرش حق زول، ما اسعنا لزول. مهم جدا انه تمشوا لنا بسمعه طيبه والشعب كله يعتز بيكم، يقولوا فعلا ديل الناس ممكن يحكموا البلد، ودي القيم اللي عايزاها الشعب. عشان كده مهم جدا ان سلوككم يبقى سلوك راقي. انتم مهمتكم صعبه كبيره، ولازم انتم تكونوا قدر المهمه. اخوانا الاسرى ما تقتلوهم. انت في الحرب ده ادرش زي ما انت داير. العدو لو ما خاف منك ذاته ما ينفع، لكن بعد ما مسكت الزول وبقى اسير ويتربط ما تهينه، ما تقتله، ما تعامله معامله سيئه. يا جماعه الزول اللي بيضرب الزول المربوط ده هو زول جبان. الراجل الشجاع ما بيضرب له زول مربوط. عشان كده انتوا ما تهينوا الاسرى بعد ما تقبضوهم يا جماعه. انا في المعركه ما قلنا لكم اتهاونوا مع زول. في المعركة انتوا لازم يخافوا منكم يا جماعة. املوم نار للآخر. لكن بعد ذلك لو اسرتوا زول ما تقتلوه. ما في شريعة في الدنيا دي تسمح لكم. لا القوانين الدولية، لا الأخلاق، لا الرجولة، لا أي حاجة تسمح بقتل الأسير. الحركة الشعبية لتحرير السودان في 21 هنا سنة قاتلت. لما جو عملوا الاتفاقية جابت أسرى 5000 زول أسير. الحكومة السودانية ما قدمت زول واحد، ما قدروا. وين أسراكم؟ طبحهم. ناس ما عندهم أخلاق، ما تقوا زيهم. أنا لو زيهم ما حنقدر نلقى بديل لهم. أنا لأن أنا أفضل منه دارين نلقى بديل للجماعة دي الجماعة. عشان كده ما تقتلوا الأسير. الضعاف، الأطفال، النساء، عملوا معاملة كريمة.
الكلام ده بيجيكم نتيجة الآن وفي المستقبل. انتم يا جماعة ماشيين، انتم تبقوا دولة ماشيين تأسسوا حزب أغلبية. احنا عملنا الجبهة الثورية دي ما عملنا عشان نقاتل بس، احنا ماشيين نتحد نعمل حزب أغلبية عشان ننفذ المشروع بتاعنا بتاع السودان الجديد بتاع الفجر الجديد. ده ما بيتم إلا يكون عن حزادنا نقدم بديل للموجود أفضل بكثير ومتقدم في الأخلاق، في السلوك، في الفهم، في الطهارة، في كل شيء. لازم نكون احنا متقدمين على الآخرين. عشان كده احنا عايزين جيشنا يكون جيش نظيف، جيش بيفهم مهمته، بيأدي واجبه على وجهه الأكمل، لكن في نفس الوقت بيعامل الناس معاملة كريمة. احنا ما دارين نطلع عليكم الكلام، نحن معلقين عليكم آمال كبيرة، وخطوتكم دي وراء خطوات كثيرة. ونبشركم أخوانكم في المواقع الثانية مدورين. الناس دي يا جماعة نعمل معهم ما يسمى بشد الأطراف. انتوا تجروا بجاي، انا نجروا بهناك ينشرطوا. بس نص كل القوة الخطوة جوا. شكرا. انا يا جماعه اخوانكم في المواقع الثانيه ما قاعدين ساكت. اولام اذا في جماعه كده اتلموا على الماجورين، حصلناهم شلنا اللي عندهم. ثوره ثوره حتى الناس، ثوره ثوره حتى الناس، ثوره ثوره حتى الناس، ثوره ثوره حتى الناس. لن نتراجع لن نتخاذل، لن نتراجع لن نتخاذل، لن نتراجع لن نتخاذل، لن نتراجع لن نتخاذل. قسما قسما لن نتراجع، قسما قسما لن نتراجع. ثوره ثوره حتى النص، ثوره ثوره حتى النص. نحن الان يا جماعة نبشركم وراكم جيش ضخم. الحركة الشعبية دي انتوا عارفينها، عندها جيش حدادي مدادي سد الأفق. نبشركم عندنا برضو جيش قبس. عندنا مدفعية ما في زول بيقف قدامها، قدر اللي عندكم ده أضعاف. نجيكم بغادي، بس انتوا جاي اقربوا أصلابكم، ورونا شغلكم. نكمل لك جوا جوا جوا. الناس من هناك بيجوكم. العمارات ما تدمروها شيلوها. فيا جماعة احنا عايزينكم بالحماس دي بالروح ده تمشي تنتصروا لنا، منتظرين اخباركم. احنا ندعو لكم ومطمئنين تماما ان انتم تجيبوا لنا البشرة، ونحرك لكم القوات من كل حتة عشان تدعم حركتكم. وانتم اطمئنوا قدامكم زاد ما في زول بقيف. اضغط. وان شاء الله نتقابل قدام، نتقابل الخرطوم ان شاء الله. الف مبروك، يلا بالتوفيق ان شاء الله. بارك الله فيك. السوداني الاعزل معامله كريمه. انتم ماشيين تنقلوا الصوره حق الجبهه الثوريه للمواطن السوداني، للشعب السوداني. انتوا لو اساتوا معاملته كلام ناس المؤتمر الوطني بيصدوا، قالوا ده العنصريين ده الجهويين، لو جو بيقتلوكم بيطبحوكم بيسووا لكم. نحن يا جماعه عدونا ما الشعب السوداني، عدونا المؤتمر الوطني. الناس لازم يميزوا كويس، عدونا المجرمين الحاكمين البلد والسارقين خيراتها. انتوا تستهدفوا العدو، تستهدفوا الناس اللي بيقاتلوا من في جانب العدو. المواطن العادي ده المسكين ده ما تلمسوه. نحن يا جماعه ما ضد اي عرق. نحن ما ضد العرب يا جماعه، ولا ضد الزنوج،
ولا ضد أي جنس من الناس. كل السودانيين دل أحبابنا عدا ناس المؤتمر الوطني المجرمين. عشان كده الرسالة المهمة توصلوها لهم، انتوا دارين تقعوا حكام السودان بكرة، دارين تقعوا عنصريين برضو ما بيجي. عشان كده أصلا ما تميزوا بين الناس، ما تسيئوا لغتكم اللي تستخدموها مهمة جدا، ما تسيئوا لأي مواطن. انتوا مشكلتكم لازم تعرفوا عدوكم تحديدا. الزول لو سهم ده وجهه لجهة تانية بيخرب القصة كلها. وجهه لعدوك في صدره وحدد العدو بدقة. الكلام ده جواب مهم عشان انهي سمعتنا. شوهوها ناس المؤتمر الوطني، بذلوا جهد كبير والناس اللي عندهم قروش وعندهم اعلام وبيأجروا ناس بيسيئوا لينا باعتبارنا ناس عنصريين، والناس لو جابوا ضبحوا الناس ومزورين التاريخ حق السودان وبلقنوا الناس التاريخ المزور ده وبيقولوا الحكايه دي بتتكرر. عشان كده سلوكهم مهم جدا. ما تسيئوا للناس، ما تاخذوا مال المواطن المسكين. انتوا خرجتوا وحملتوا السلاح عشان المواقف والمواطن المسكين ده، ما تمشوا تاكلوا حقه يا جماعه زنديه. ابتعدوا، الله ذاته ما بينصركم. انتوا اللي بقيتوا الظلمه تشيلوا حق الناس بالقوه، حق المواطنين ما بتنتصروا. مهم جدا انه تحفظوا للمواطن ده ماله، تحفظوا له عرضه، ما تعتدوا على اعراض الناس. ابتعدوا تماما عن اعراض الناس، ما تنتهكوها، ما تشيلوا اموال الناس، ما تهينوهم. اكرموهم وتسمعوا سمعاتكم يا جماعه. نحن لما مشينا ام درمان الناس لا حسب بيتكلموا بيها، قالوا الناس العدل من سوال مو اشتروها وشربوها في ام درمان، اشتروا الموز، ما شلنا قرش حق زول، ما سعنا لزول. مهم جدا انه تمشوا لنا بسمعه طيبه والشعب كله يعتز بيكم، يقولوا فعلا دي الناس ممكن يحكموا البلد ودي القيم اللي عايزاها الشعب. عشان كده مهم جدا ان سلوككم يبقى سلوك راقي. انتم مهمتكم صعبه كبيره ولازم انتم تكونوا قدر المهمه. اخوانا الاسرى ما تقتلون، انت في الحرب ده ادرش زي ما انت داير. العدو لو ما خاف منك ذاته ما ينفع، لكن بعد ما مسكت الزول وبقى اسير ويتربط ما تهينه، ما تقتله، ما تعامله معامله سيئه. يا جماعه الزول اللي بيضرب الزول المربوط ده هو زول جبان. الراجل الشجاع ما بيضرب له زول مربوط. عشان كده انتوا ما تهينوا الاسرى بعد ما تقبضوهم يا جماعه. انا في المعركه ما قلنا لكم اتهاونوا مع زول. في المعركه انتوا لازم يخافوا منكم يا جماعه. املوم نار للاخر. لكن بعد ذاك لو اسرتوا زول ما تقتلوه. ما في شريعه في الدنيا دي تسمح لكم. لا القوانين الدوليه، لا الاخلاق، لا الرجوله، لا اي حاجه تسمح بقتل الاسير. الحركه الشعبيه لتحرير السودان دي في 21 هنا سنه قاتلت، لما جو عملوا الاتفاقيه جابت اسرى 5000 زول اسير. الحكومه السودانيه ما قدمت زول واحد، ما قدروا. وين اسراكم؟ طبحهم. ناس ما عندهم اخلاق، ما تقوا زيهم. انا لو اصلا انا لو زيهم ما حنقدر نلقى بديل لهم. انا لان انا افضل منه قادرين نلقى بديل للجماعه دي الجماعه. عشان كده ما تقتلوا الاسير. الضعاف، الاطفال، النساء عملوا معامله كريمه. الكلام ده بيجيكم نتيجه الان وفي المستقبل. انتم امام يا جماعه ماشيين، انتم تبقوا دوله ماشيين تاسسوا حزب اغلبيه. انا احنا عملنا الجبهه الثوريه دي ما عملنا عشان نقاتل بس، احنا ماشيين نتحد نعمل حزب اغلبيه عشان ننفذ المشروع بتاعنا بتاع السودان الجديد بتاع الفجر الجديد. ده ما بيتم الا يكون عن حزاتنا نقدم بديل للموجود افضل بكثير ومتقدم في الاخلاق، في السلوك، في الفهم، في الطهاره، في كل شيء. لازم نكون احنا متقدمين على الاخرين. عشان كده احنا عايزين جيشنا يكون جيش نظيف، جيش بيفهم مهمته، بيأدي واجبه على وجهه الاكمل، لكن في نفس الوقت بيعامل الناس معامله كريمه. احنا ما دارين نطلع عليكم الكلام
نحن معلقين عليكم آمال كبيرة، وخطوتكم دي وراء خطوات كثيرة. ونبشركم أخوانكم في المواقع الثانية مدورين. الناس يا جماعة نعمل معهم ما يسمى بشد الأطراف. انتوا تجروا بجاي، انا نجرهم بهناك ينشرطوا. بس نص كل القوة الخطوة جوا. خير البل ما في حل، خير البل ما في حل، خير البل ما في حل، خير البل ما في حل. كل القوة خرطوم جوا، كل القوة خرطوم جوا، كل القوة خرطوم جوا، كل القوة خرطوم جوا. خير البل ما في حل، خير البل ما في حل. شكرا. أنا يا جماعة أخوانكم في المواقع الثانية ما قاعدين ساكت. أولام إذا في جماعة كده اتلموا على المأجورين، حصلناهم شلنا اللي عندهم. ثورة ثورة حتى الناس، ثورة ثورة حتى الناس، ثورة ثورة حتى الناس، ثورة ثورة حتى الناس. لن نتراجع لن نتخاذل، لن نتراجع لن نتخاذل، لن نتراجع لن نتخاذل، لن نتراجع لن نتخاذل. خصما خصما لن نتراجع، خصما خصما لن نتراجع. ثورة ثورة حتى النص، ثورة ثورة حتى النص. نحن الآن يا جماعة نبشركم وراكم جيش ضخم. الحركة الشعبية دي انتوا عارفينها، عندها جيش حدادي مدادي سد الأفق. نبشركم عندنا برضو جيش قبس 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 قبس. عندنا مدفعية ما في زول بيقف قدامها، قدر اللي عندكم ده أضعاف. نجيكم بغادي، بس انتوا جاي اقربوا أصلابكم ورونا شغلكم. نكمل لكم جوا جوا جوا. الناس من هناك بيجوكم. العمارات ما تدمروها شيلوها. فيا جماعة نحنا عايزينكم بالحماس دي بالروح ده تمشي تنتصروا لنا. منتظرين اخباركم. نحن ندعو لكم ومطمئنين تماما ان انتم تجيبوا لنا البشرة، ونحرك لكم القوات من كل حتة عشان تدعم حركتكم. وانتم اطمئنوا قدامكم زاد ما في زول بقيف. اضغط. وان شاء الله نتقابل قدام، نتقابل الخرطوم ان شاء الله. الف مبروك، يلا بالتوفيق ان شاء الله. بارك الله فيك. السوداني الاعزل معامله كريمه. انتم ماشيين تنقلوا الصوره حق الجبهه الثوريه للمواطن السوداني، للشعب السوداني. انتوا لو اساتوا معاملته كلام ناس المؤتمر الوطني بيصدوا، قالوا ده العنصريين ده الجهاويين، لو جبوا بيكتلوكم بيطبحوكم بيسووا لكم. نحن يا جماعه عدونا ما الشعب السوداني، عدونا المؤتمر الوطني. الناس لازم يميزوا كويس، عدونا المجرمين اللي حاكمين البلد وسارقين خيراتها. انتوا تستهدفوا العدو، تستهدفوا الناس اللي بيقاتلوا من في جانب العدل. المواطن العادي ده المسكين ده ما تلمسوه. نحن يا جماعه ما ضد اي عرق. نحن ما ضد العرب يا جماعه، ولا ضد الزنوج، ولا ضد اي جنس من الناس. كل السودانيين ده احبابنا عدا ناس المؤتمر الوطني المجرمين. عشان كده الرساله المهمه توصلوها لهم، انتوا دارين تبقوا حكام السودان بكره. دارين تبقوا عنصريين برضو ما بيجي. عشان كده اصلا ما تميزوا بين الناس، ما تسيئوا لغتكم اللي تستخدموها مهمه جدا، ما تسيئوا لاي مواطن. انتم مشكلتكم لازم تعرفوا عدوكم تحديدا. الزول لو ساهموا ده وجهوا لجهه ثانيه بيخرب القصه كلها. وجهوا لعدوك في صدره وحدد العدو بدقه. الكلام ده يا جماعه مهم عشان انهي سمعتنا. شوهوها ناس المؤتمر الوطني، بذلوا جهد كبير، والنازل عندهم قروش وعندهم اعلام وبيأجروا ناس، بيسيئوا لينا باعتبارنا ناس عنصريين. والناس لو جابوا يضبحوا الناس
ومزورين التاريخ حق السودان وبلقنوا الناس التاريخ المزور ذا وبيقولوا الحكاية دي بتتكرر. عشان كده سلوكه مهم جدا، ما تسيئوا للناس، ما تأخذوا مال المواطن المسكين. انتوا خرجتوا وحملتوا السلاح عشان المواقف المواطن المسكين ده، ما تمشوا تأكلوا حقه يا جماعة زندية. ابتعدوا، الله ذاته ما بنصركم. انتوا اللي بقيتوا الظلمة تشيلوا حق الناس بالقوة، حق المواطنين ما بتنتصروا. مهم جدا انه تحفظوا للمواطن ده ماله، تحفظوا له عرضه، ما تعتدوا على اعراض الناس. ابتعدوا تماما عن اعراض الناس، ما تنتهكوها، ما تشيلوا اموال الناس، ما تهينوهم. اكرموهم وتسمعوا سمعاتكم يا جماعه. نحن لما مشينا ام درمان الناس لا حاسه بيتكلموا بيها، قالوا الناس العدل سواء المويه اشتروها وشربوها في ام درمان، اشتروا الموز، ما شيلنا قرش حق زول، ما اسعنا لزول. مهم جدا ان تمشوا لنا بسمعه طيبه والشعب كله يعتز بكم، يقول فعلا ديل الناس ممكن يحكموا البلد، ودي القيم اللي عايزاها الشعب. عشان كده مهم جدا ان سلوككم يبقى سلوك راقي. انتم مهمتكم صعبه كبيره ولازم انتم تكونوا قدر المهمه. يا اخوانا الاسرى ما تقتلوهم. انت في الحرب ده ادرش زي ما انت داير. العدو لو ما خاف منك ذاته ما ينفع، لكن بعد ما مسكت الزول وبقى اسير ويتربط ما تهينه، ما تقتله، ما تعامله معامله سيئه. يا جماعه الزول اللي بيضرب الزول المربوط ده هو زول جبان، الراجل الشجاع ما بيضرب له زول مربوط. عشان كده انتوا ما تهينوا الاسرى بعد ما تقبضوهم. يا جماعه انا في المعركه ما قلنا لكم اتهاونوا مع زول، في المعركة انتوا لازم يخافوا منكم يا جماعة، املوم نار للآخر. لكن بعد ذلك لو اسرتوا زول ما تقتلوه، ما في شريعة في الدنيا دي تسمح لكم، لا القوانين الدولية، لا الأخلاق، لا الرجولة، لا أي حاجة تسمح بقتل الأسير. الحركة الشعبية لتحرير السودان دي في 21 هناي سنة قاتلت، لما جو عملوا الاتفاقية جابت أسرى 5000 زول أسير. الحكومة السودانية ما قدمت زول واحد، ما قدروا. وين أسراكم؟ طبحهم. ناس ما عندهم أخلاق، ما تقوا زيهم. نحن لو زيهم ما حنقدر نلقى بديل لهم. نحن لأن أنا أفضل منه قادرين نلقى بديل للجماعة دي الجماعة. عشان كده ما تقتلوا الأسير. الضعاف، الأطفال، النساء، عملوا معاملة كريمة. الكلام ده بيجيكم نتيجة الآن وفي المستقبل. انتم أمام يا جماعة ماشيين، انتم تبقوا دولة ماشيين تأسسوا حزب أغلبية. نحن لما عملنا الجبهة الثورية دي ما عملنا عشان نقاتل بس، نحن ماشيين نتحد نعمل حزب أغلبية عشان ننفذ المشروع بتاعنا، بتاع السودان الجديد، بتاع الفجر الجديد. ده ما بيتم الا يكون عن حزاتنا نقدم بديل للموجود افضل بكثير ومتقدم في الاخلاق، في السلوك، في الفهم، في الطهاره، في كل شيء. لازم نكون نحن متقدمين على الاخرين. عشان كده نحن عايزين جيشنا يكون جيش نظيف، جيش بيفهم مهمته، بيأدي واجبه على وجهه الاكمل، لكن في نفس الوقت بيعامل الناس معامله كريمه. نحن ما دارين نطلع عليكم الكلام، نحن معلقين عليكم اعمال كبيره، وخطوتكم دي وراها خطوات كثيره. ونبشركم اخوانكم في المواقع الثانيه مدورين. الناس دي يا جماعه نعمل معاهم ما يسمى بشد الاطراف. انتوا تجروا بجاي، انا نجرهم بهناك ينشرطوا. بس نص كل القوة الخرطوم جوا. غير البل ما في حل، غير البل ما في حل، غير البل ما في حل، غير البل ما في حل. كل القوة خرطوم جوا، كل القوة خرطوم جوا، كل القوة خرطوم جوا، كل القوة خرطوم جوا. غير البل ما في حل، غير البل ما في حل. شكرا. انا يا جماعة اخوانكم في المواقع الثانية ما قاعدين ساكت.
أو لا نزل في جماعة كده اتلموا على المأجورين، حصلناهم شلنا اللي عندهم. ثورة ثورة حتى الناس، ثورة ثورة حتى الناس، ثورة ثورة حتى الناس، ثورة ثورة حتى الناس. لن نتراجع لن نتخاذل، لن نتراجع لن نتخاذل، لن نتراجع لن نتخاذل، لن نتراجع لن نتخاذل. خصما خصما لن نتراجع، خصما خصما لن نتراجع. ثورة ثورة حتى الناس، ثورة ثورة حتى الناس. نحن الآن يا جماعة نبشركم، وراكم جيش ضخم. الحركة الشعبية دي انتوا عارفينها، عندها جيش حدادي مدادي سد الأفق. نبشركم عندنا برضو جيش. قبض 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 قبض. عندنا مدفعية ما في زول بيقف قدامها، قدر اللي عندكم ده أضعاف. نجيكم بغادي، بس انتوا جاي اقربوا أصلابكم، ورونا شغلكم. نكمل لك جوا 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 جوا. الناس من هناك بيجوكم. العمارات ما تدمروها شيلوها. فيا جماعة نحن عايزينكم بالحماس دي بالروح ده تمشي تنتصروا لنا، منتظرين أخباركم. نحن ندعو لكم ومطمئنين تماما أن أنتم تجيبوا لنا البشرة، ونحرك لكم القوات من كل حتة عشان تدعم حركتكم، وأنتم اطمئنوا قدامكم زاد ما في زول بقيف. اضغط وان شاء الله نتقابل قدام، نتقابل الخرطوم ان شاء الله. الف مبروك، يلا بالتوفيق ان شاء الله.